حنواني بدل الوش الواحد مية. نطق. لا سعادتك، مات. مات؟ ظهر ان جسمه كان تعبان ما استحملش وما نطقش باي حاجه ما يموت. للاسف لا. يعني ايه؟ يعني ما لبناش غير المصيبه دي وخلاص. ان كان على الجثه سهل نتخلص منها قبل النهار ما يطلع. طب واهله وزمايله اللي هيسالوا عليه لما الاخ اختفى هنقول لهم ايه؟ نرميه في البحر ونقول غرق وهو بيعوم؟ حد هينزل عوم في البرد ده؟ انت مخر. وبعدين ما هو اثار التعذيب هتبان على الجثه، والطب الشرعي هيثبت ان التعذيب حصل قبل ما تنزل الميه. إلا إذا اسمع، هات العربية وعايز كيس مشمع أو أي كيس تغطي بيه الجثة. هو مفتاح أوضته كان معاه؟ أيوه، فتشته ولقيته معاه. كويس، نفذ الخطوة الأولى، جيب العربية والمشمع اللي هنغطي بيه الجثة، وغير له اليونيفورم اللي هو لابسه، مش عايز أي حد يعرف إنه بيشتغل عندي. عايز ألحق أنفذ اللي في دماغي قبل النهار ما يطلع. اعمل اللي بقولك عليه وحصلني على الفيلا بسرعة. حاضر يا باشا. مين؟ سليمان يا باشا. ها عملت ايه؟ زي ما امرت معاليك، المرحوم ملفوف ومحطوط في شنطة العربية. كويس، خد الحاجات دي حطها في اوضته، اذا كان عنده دولاب، شنطة، درج مكتب، وندهلي كل الشغالين والسكيورتي عندي في الهولن. أمر معليك. الله 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 يا ولاد اللذينة، جبتوا الأكل ده منين؟ حمادك بتحبك يا سيد، يلا تعالى بص معانا في الفسفور. هيكون من بيتنا قال يا سيد. الله، أمال فين الكاميرات اللي ناقصة حطها لنا في الحمامات؟ إزاي ما جابوكوش وأنتوا طالعين بالأكل ده كله؟ تصدق يا أبو السيد، ده كله شغل بكش. لا، يا الكاميرات شغالة يا سيد وكل حاجة، بس اللي قاعدين في المطبخ شغالين أكتر. من الآخر يا سيد، شبهنا غلابة زينا، صعب عليهم وقفتنا طول النهار. ايوه يا جماعة، بس دي كمية فوسفور جامدة، احنا هنتعب بعديها ياما. يلا بسم الله. كبسة. كبسة ايه؟ اهدى بس يا سيد، دول هيضيعوا الفوسفور. بريفيت برختيتي. دافاي دافاي دافاي. يا لهوي ياما، دول مش هيضيعوا الفوسفور بس، دول هيضيعوا البلد بحالها. مساء الخير يا مساء الفوسفور. لولا يا قد كده الدنيا ضيقه بابا. كل حاجه موجوده، هو في ايه؟ في حاجات اتسرقت من عندي في المكتب،
وريهام بتدور في الهول لو في حاجه ناقصه. لحد دلوقتي الشمعدان الفضي اللي كان على البيو ده هو ده اللي مش موجود، وهشوف هناك كمان ايه اللي ناقص. غريبه قوي، مين حاول وتجرأ يدخل الفيلا واحنا مش موجودين؟ انا طلبت من سليمان يجمع لي كل الشغالين والسيكوريتي، حبيت بس اطمن مفيش حاجه ناقصه عندكم في الاوضه فوق. يا جماعه في ايه؟ اتسرقنا. ايه؟ ها يا ريهام، هو الشمعدان الفضه اللي مش موجود. حتى دورت على علبه السجاير الفضه بس لقيتها في الدرج. شمعدان فضه؟ ده حرام اهبل ده ولا ايه؟ الاهبل اللي انت بتقول عليه ده سرق ساعه رولكس ولاعه ذهب وزراير قميص اكتر من نص مليون جنيه. لا على كده ده انا طلعت اهبل بقى. شغالين زي ما امر سعادتك. النظام. What? طب ايه الحوار؟ What? استهبال؟ What are you saying, motherfucker? يا بنت الجزمة اهدي بالزبع انا عارفها. بسمعها من ايام ما كنت بروح سيمي علي بابا. يا لولا يا لولا يا لولا. نعم يا سيدي انا. سيدك ايه بس يا شيخة؟ مش اللي يجيب بضاعة اتأكد ان هي صالحة لاستخدام الأدام الاول؟ مفيش اي تفاهم بيني وبينها من اي نوع. بيني وبينك انا كمان مش فاهمه منهم حاجه خالص، بس الزباين مبسوطين منهم قوي، طلب عليهم جامد. ايوه يا حبيبتي دول اجانب في بعض، لما يكون عندك طلبيه لحد ابن بلد زي بتيجي بالمترجم بتاعها، دي بمترجمها معروفه يا ماما. طب استنى اشوف لك مترجم في الرجاله اللي قاعدين جوه يخيبك. ترجم جاي وهتستلقي وعدك النهارده. اصبري ابعدي عني، نفسي قفلت منك بكيف تتعلم الانجليزيه بتاعتك دي. بيت ام غبا الاجانب. دلوقتي احنا عندنا بروبرد، انا وانت مش نافعين بقى. واخد مترجم يجي، واخد ليله مبسوط، انت افع واحد زغروطه. سك على المترجم يا ليلى دار. اللي حصل الليله دي غريب وعجيب على بيت سالم الجرحي. انتوا في منكم اللي اشتغل معايا بقاله اكتر من 15 سنه، وفي منكم اللي ما كملش سنه او سنتين، وطول عمر الدنيا ماشيه زي الساعه، ولا في حاجه راحت لا كده ولا كده. انا لا عمري خونت حد ولا سرقت حد، انما عشان بيت سالم الجرح يتسرق يتنهب عيني عينك يبقى غبي او غبيه اللي يفتكر او تفتكر ان الحاجه دي هتخرج من البيت ده. البوليس عمره ما دخل بيت سالم الجرحي، مش عشان انا عندي نفوذ، لا، لان انا قادر ان انا احمي بيتي واهلي وارجع لهم حقوقهم. انتوا قدامكم دقيقتين، واللي غلط الغلطه دي وطاوع شيطانه يراجع نفسه ويرجع اللي سرقه، لان انا عندي الحسنه بتخص والسيئه بتعم. يا سلم بيه، احنا كلنا على استعداد تتفتش اوضنا وكل حاجاتنا، وزي ما حضرتك بتقول دي اول مره تحصل، ودي حاجه تمس شرفنا. لازم اللي سرق يبان عشان الباقي ما يتاخدوش في الرجلين. انا مش عايز اظلم حد، لاني ما اعرفش الحاجات دي اتسرقت امتى. احنا موجودين كلنا هنا سعادتك وتحت امرك. لا رشاد مش هنا. اكسر الباب، فتشوا الاوضه. حد يطلع يشوف البيت ده فين؟ لقينا دول سعادتك. اخس عليك يا رشاد، كده زودت وشنا. وانتوا ذنبكم ايه؟ خلاص كل حاجه بانت واتكشفت. اكيد لما عرف ان انا بعت لكم هرب. اكيد من لبخيته وساب الحاجه في الاوضه. ايوه يا سليمان، انا خلاص عرفت مين اللي سرق الحاجه. اسمه رشاد ابو العزم سرور يا فندم. رشاد ابو العزم سرور. لا لا ما تطلبش البوليس. خلاص ما دام الحاجة رجعت وموجودة وكل حاجة كاملة خلاص. ربنا يبارك في سعادتك سعادة الباشا، وأنا بالنيابة عن كل زمايلي
مش هننسى معروف حضرتك ده ابدا، وان شاء الله هنكون عند حسن ظن سعادتك. يلا كل واحد يروح يشوف شغله. خلصنا. يلا هات المكاتب. حاضر. ايه ده؟ ايه كل السلاسل والحجيره دي؟ عشان يختص ما يهبش، عشان حد من الغطاسين يشوفه تبقى جريمه فعل فاعل. ما بلاش فتاوى يا سليمان، تاخد المركب للحته اللي فيها سمك القرش ترميه هناك وسيب الباقي عليهم. أمرك يا باشا. خلص. حاضر. اللي يشوفكم وانتوا بتقزقزوا جوز العصافير اللي كانوا معاكم دول يقول ان عمركم ما شفتوا حريم، مع انكم متجوزين. اسما متجوزين اسما يا سيد. الفعل كل شهر بناخد 5 أيام اجازه، منهم يومين بيضيعوا في الطريق، يوم رايح ويوم جاي. اه يعني عقبال ما بتوصلوا لو عرفتوا تقلعوا هدومكم يبقى بركه. ماشي يا عم سيد اتريق براحتك. ما هو زي كده ما بيقولوا في المثل اللي على البر عوام. اللي صحيح يا سيد انت ما اتجوزتش لحد دلوقتي. والله تقدر تقول مش لاقي اوضه فاضيه. نعم مش فاهم يا سيد. بص يا سيدي، انا عايش مع ابويا ومرات ابويا واخت مرات ابويا، اخواتي الاثنين في شقه 3 اوض. انا واخويا اسامه وطارق في اوضه، واخت مرات ابويا في اوضه طبعا، وابويا ومراته في الاوضه الثالثه. انت ابوك متجوز على امك يا سيد؟ لا انا امي ماتت وانا عندي 5 سنين، بس ام الواد اسامه عايشه، بس ابويا واقع معاها ومحرج على الواد ما يكلمهاش. اما طارق بقى اخر العنقود من مرات ابويا الحربايه الاخرانيه دي. انت حد فاهم حاجه؟ من الاخر ابويا ما بيفضيش الاوضه من النسوان. يبقى انا هتجوز امتى؟ ايه ده؟ انتوا لسه سهرانين؟ حبيبي ما انت ما اتكلمتش تطمنا. معلش سوري، الحاجة كلها هنا. طلع رشاد فعلا؟ ايوه. غريبة قوي، مش ده معاك بقاله سنين؟ مش بالضرورة، ممكن يكون اتزنق في قرشين الكسف يطلب صلفة فسرقهم. انت على طول حللتها؟ طب وعملت معاه ايه؟ هو انا لقيته اصلا؟ الظاهر انه هرب. طب بلغت البوليس؟ كده ممكن يحصل شوشرة ملهاش داعي. المهم انك بخير يا بابا. كل اللي انا عايزه دلوقتي اني اطلع انام. يا حبيبي انت واقف على رجلك من الصبح، تعالى بقى احضر لك الجاكوزي عشان تستريح شويه. هو انتوا مش طالعين تناموا ولا ايه؟ لا طبعا. تصبح على خير. تصبح على خير. وانت من اهل الله. هو انت خدت على البيت وهتنطلنا كل شويه؟ عتبه الباب اتبرت يا اخي. مالك بس يا قمر، زعلان ليه يا جميل؟ ما بحبش الزجزاج، ما بحبش العوج. تعالى معايا طوالي. اوكي اموت في الطوالي واحب الطابع الحامي. بص بقى قمر، دلوقتي حسب ما فهمت فرحات راح في التبات والنبات، وقضيته اقل ما فيها 5 سنين. يا لهوي 5 سنين؟ وانتش فاهمك انت. هو انت يا قاضي ولا دياول ولا بتفهم حتى في القانون؟ عيب عليكي، محسوبك برضه خبره قانونيه. اقدر وانا مغمض من تستفت المحضر اقول لك حكم المحكمه ايه. طب والمحامي اللي واخد على قلبه قد كده ده هيهب بايه؟ هيعمل الشويتين بتوعه عشان يجيب اقل حكم، اللي هو برضه هيرجعنا المرجعنا الخمسه دول. انا برضه هعمل باصلي ومش هعمل اي حاجه غير لما يبقى حكم نهائي. ونعم الأصل، أموت في النسوان اللي تصون غيبة رجالتها في غيبتهم. صحيح. الله عليك يا ست زبدة بقى. طب يلا بقى لمها واتكل وما شوفش وشك إلا ما يبقى حكم مسوجر ونهائي. يلا يا حبيبي. تأمرني يا قمر،
أوامر الحكومة فرض عين، من العين للعين، ده أنت تؤمر يا جميل. أنا هستناك أنا عن عن أنا هستناك أنا عن عن لا أنا هست أنا هستناك يا مرحب يا مرحب، ألف الحمد لله على السلامة. ربي يحفظك، الله يسلمك. شو إيه؟ لحالك يا حسونة؟ أخبار الطريق إيه؟ والله جو باهي. الحمد لله. الحمد لله. تفضل. يو، خضتني. أمال أنا بقول إيه حملية؟ ولا انا شكلي بيخضك ولا حاجه؟ والله ما قصدي. تحب احضر لك الفطار؟ تعمل على لساني، هاخد دش وارجع افطر. طب يلا يا ليلى. وده اسمه ايه ده بقى؟ ده تحرش لا ارادي على ريحه الكوسه. خليك انت، انا هفتح. لا اله الا الله. نعم. محمل عليكي، شو تقولي ادخل؟ هو انا حلوته بقى عليا سكر ولا ايه؟ ما ينفعش يا حبيبي تدخل، راجل البيت مش موجود ولا مؤاخذه، البيت ليه حرمه. وانا مالي ومال راجل البيت؟ الموضوع اللي انا جاي لك عشانه حله عندك. يا حبيبي اختصر، ما بقدرش اقف كتير على ركبي، بتوجعني. طب ينفع بقى يبقى في نسب من على الباب كده؟ نسب؟ نسب ايه يا عمر؟ لا انت فهمتيني غلط، انا عارف انك على ذمه راجل، وفي راجل تاني كمان متكلم عليك، بس الموضوع اللي انا جاي عشانه. السلام عليكم. السلام عليكم يا مرعي، بخصوص ورده. ورده اختي؟ اشمعنى ورده؟ ومن امتى؟ من غير ميعاد، والقلب ما يريد بقى ابله. ابله؟ مش احسن ما اقول لك يا نينا؟ يا روح نينا، يا قلب نينا، سيبني يا حبيبي اشور البيت واشور روحي واخد ودي كده مع نفسي، وبعدين ابقى ارد عليك. هتتاخري؟ براحتي بقى، ده نسب. هو انا حقلي بطاطس؟ اقلي براحتك يا ابله. حقلي؟ حقلي ليا؟ ده ايه اللي بيحصل لي ده يا ربي؟ ايه اللي بيحصل لي ده؟ مش كنت قعدت لك معانا يومين ثلاثه، غيرت جو وروقناك. والله الاخوان يا خي حسونه مستعجلين واجد على الدولارات. اخوان برضو يا راجل، نقصد اخواني في تحقيق ليبيا. ايوه، مع الف سلامه. الله يسلمك، الله يسلمك، ربنا يسلمك. على السلامه، الله يسلمك، استرها معاك. سالم بيه مش في المكتب. امال فين؟ في قاعده السينما. tyrannical truly you have no equal on this earth. حصل سعادتك، تمام، وزمان سمك القرش بيدعي لسعادتك. ادينا نفذنا اللي بيقولوا المثل، عملنا الخير ورمينا البحر. تؤمر بحاجه تانية سعادتك؟ بلغ الشغالين لو حد من اهله جاي يسال عليه يقولوا هرب لما انكشف، واحسن لهم ما يرجعوش هنا تاني، والا هنبلغ انهم كانوا بيقسموا معاه. امر سعادتك. ايوه، بكلم سيد، اخوك تليفونه مقفول على طول. وانت عايز ايه من سيد؟ هو مش كبرنا في غياب ابوك؟ وانا مش عاجبك ولا ايه؟ ما تتكلمي على طول في ايه؟ المخفي اللي اسمه زناتي طلبني من زبيده. نعم يا اختي، ده امتى ده ان شاء الله؟ جه وانت في الحمام وقعد يتودود معاها، يا دوبك قايلتي استنى انت رايح فين؟ يا اسام استنى، ما تتخانقش مع زناتي، مش عايزين مشاكل مع حد. زناتي في ناموسه زنت ولا انا بتهيألي؟ الله، ده اسامه، يكونش هو اللي زعق يا اولاد. انت ايه اللي دخلك البيت تتكلم على الحريم وانت عارف ان البيت ده ليه رجاله؟ رجاله؟
رجل الاولاني في السجن والتاني يا عيني هربان من السجن ورجله التالت بقى طروقه وفي المدرسه. يبقى انا عداني العيب ولا ايه يا جدعان؟ ورجله اللي قدامك ده بقى مش عاجبك؟ هو فين ده؟ وانا شايف حاجه انتوا مش شايفينها ولا ايه يا رجاله؟ لا لو عينيك تعباك بقى يا حبيبي نجيب لك نظاره حتى تعرفك رجليك الوسخه دي واخداك على فين. انت تنسى نفسك يا روح امك. لو عينك يا لو عينك يا بس تاني. هو ايه اللي تاني؟ انا قربت لك ولا هي تلاكيك وخلاص يعني؟ وانت عامله ايه؟ شفت يا بنتي اتنين متعرضين لسرقه بالاكراه سوا وفي غربه خلاص حرام يسالوا على بعض. ماشي كتر خيرك. ها في حاجه تانيه؟ اه في وفي تالته وفي رابعه وفي خمسه وما يعرف الشغل. انا ما احبش صواني وبسبسه. انا يلا على شغلك. ونقول الو؟ الو يا سيد الحقني. مالك يا ورد؟ اسامه دخل العمليات حالته خطيره. اسامه؟ طب اهدي بس اهدي وفهميني ايه اللي حصل. طب انتوا فين دلوقتي يا جدع؟ اصبر. هتاخد اجازه ازاي يا سيد؟ هو انت اصلا لسه اشتغلت عشان تاخد اجازه؟ ما عنديش وقت. ارجي يا اخويا في خطر ونازل يعني نازل. يا سيد طب لو سليمان سال عليك اقول له ايه؟ يا سيد يا سيد رد عليا. استنى بس يا سيد. طب هبقى اكلمك يا سيد اطمن عليك. ميس بسنت. خير يا هادي؟ عندنا مشكلة ومحتاجينك حالا. مشكلة ايه؟ في حاجة حصلت عند الشاليهات. هم هناك عند الشاليه في الجس الإيطالي ده. كان في ايه؟ مفيش يا فندم، مشكلة بسيطة واتحلت الحمد لله. والله يا فندم ده صوتهم كان جايب اخر الدنيا ومحدش فاهم منهم اي حاجه. وحضرتك عارفه ان اللي بيتكلم ايطالي محمد رافض واخد اجازه عشان عمليه البواسير بتاعته. طب فهميني. طيب عملتي ايه؟ مفيش يا فندم، الجماعه الاسباني اللي في الاوضه الثانيه كانوا شاربين ومشغلين التلفزيون على قناه رقص وقاعدين مدينا، والطليان كان عندهم رحله سفاري بكره بدري وعاوزين يناموا. دخلت هندلت الاسبان فالطليان شكروني ودخلوا يناموا بس. الو. ايوه يا ورد انتوا فين؟ ايوه ايوه انا على شمالك. تعالى. هو فين؟ لسه طالع ما بقالوش نص ساعه. دخلوا الاوضه اللي هناك دي. استنى عندك رايح فين؟ هبوس ايديك دقيقه واحده بس هبص عليه واطلع على طول. هو انت تبقى قريب الحاله اللي جوه دي؟ يبقى اخويا. طب ثانيه واحده هستاذن لك الدكتور وارجع لك على طول، بس خليك واقف هنا ما تعملش اي مشاكل. حاضر إن شاء الله ربنا هيكبر بخاطرنا مش هنضم فيه. اتفضل البس دول عشان الأوضة معقمة. حاضر. تسلمي لي يا وردة. تسلمي لي يا جدع. وهتتحمل. انا
هتسافر وانا عارف اني سايب ورايا راجل، حتى لو كتر عليك انا متاكد انك وقعت واقف. عشان انت راجل يا اسامه، والرجاله ما بتركعش غير اللي خلقها وبس. انا جنبك ومستنيك اخوي وابني. لو تسمح تستنى لي برا وانا هطلع لك اشرح لك الحاله. سعيد ازيك يا طارق؟ وحشتني يا سيد. وربنا عيب عليك كده يا سيد، يعني ليه مصر تصغرنا؟ يعني ايه تنزل من سوبر جيت وتركب تاكسي تاني؟ امال انا معايا تاكسي وصاحبك ازاي يعني؟ بس واسامه عامل ايه؟ لسه هعرف. منهم لله الظلمة وللة الدين. سيد هو قصص هيموت؟ ايه اللي خلاك تقول كده يا طارق؟ اخوك هيقوم بالسلامه وهيرجع البيت وهيبقى زي الفل، ما تقولش كده تاني. زناتي وقلاديصه ولا حس ولا خبر، كنينه ومحدش يعرف لهم مطرح. خير؟ طمنا يا دكتور. عنده ارتجاج في المخ وعنده كسور، عنده ضلعين مكسورين ودراعه اليمين مكسور. هو هيقعد في العنايه المركزه لبكره بعد الظهر، وبعد كده هنقله في اوضه دي. يعني مفيش اي حاجه خطره؟ لا اطمن، احنا كنا بس خايفين من نزيف داخلي، لكن مفيش حاجه، والارتجاج اللي عنده حاجه خفيفه. اطمن. الحمد لله. طمنا يا سيد، محتاج ايه؟ اشاش، قطن، مكروكروم، انتبيوتك؟ هو اسامه عنده ايه؟ هي دي اخلاق الفرسان، خطوه عزيزه يا ست. بلا عزيزه بلا تفيده. انا بقول كده برضه. وانت ايه؟ مالكيش كبير؟ ها؟ تاخدي طارق وتخرجي من البيت من ورايا؟ مالكيش اخت كبيره تستأذنيها؟ ايه؟ انا جبت طارق يطمن على اخوه. طب هما واخوات، انت ايه اللي حشرك ما بناتهم؟ اقل حاجه تعملها للراجل اللي كان هيموت وهو بتحشر لها. والله يا حبيبي ما حدش ضربه على ايده وقال له يعمل فيها شهم. غصب عنه بقى، تربيتي. يلا يا اختي همي. وانت قاعد معاهم ولا جاي معايا؟ لا انا هقعد مع اخوي. لا معلش يا طروق، روح انت النهارده، اسامه بقى كويس. طب اطلع بوس. لا قوم هات بوسه وانا ابقى اوصلها له يا سيدي. خد بالك من نفسك. حاضر. وصلهم معاك يا سمحه. حرام، عفشه التاكسي انتهت. يلا يا اختي اتفضلوا. يلا يا اخوي يلا يلا. سيد سيد قوم عشان اروحك عشان ترتاح شويه عشان تقدر تكمل تجامل مشوار بعيد. روح انت يا سمح، لو عرفت بكره بس وانت جاي تجيب معاك سجاير وعصير تمام. عيب عليك يا سيد، اروح انا ازاي يعني واسيبك في الموقف ده يعني؟ مش اول مره يا سمح. عندك حق برضه. Thank you.
قول لي بقى، اجيب لك سندوتش كبده؟ طب فرخه مشويه تاكلها لوحدك يا عم؟ مش عايز اكل. طب نص ريش وربع طرب وسلطات هدلعك. اسامه اجيب لك جوز نسوان وبينا؟ ايوه يا عم كده اضحك وفكها بقى. بكره ترجع بيتك وتبقى زي الفل. انا مش عايز ارجع البيت ده تاني يا سيد. يعني ايه؟ يعني شوف لي حته تانيه عايش فيها. خدني معاك الغردقه. ايه العبط ده؟ ايه يا اسامه؟ ارجع الحاره ازاي يا سيد بعد ما اتضربت قدام الناس كلها؟ ورده شافتني وانا بتضرب يا سيد. ابص لها بعيني عين دلوقتي. معاش ولا كان اللي يكسر عينك يا اسامه. هترجع الحاره وبيتك وراسك مرفوع في السماء. الايد اللي تتمد على عيلة فرحات ابو دومه تستاهل قطعها. صح يا اس؟ راضي يا اس؟ شكلك مش راضي اخويا وانا عارفه. راضي يا اسامه؟ انت مفيش حاجه بترضيك يا اسامه خالص كده؟ قول انا مره. يا تقول انا مره. روح بلغ الدكتور من السيد البشريه هنا. ايه باصص لي كتير؟ ايه متضايق من اللي حصل؟ خد بقى السفونير ده عشان كل ما تبص في مرايه تفتكر سيد بشريه. نورت بيتك يا اس. حبيبي يا سيد. الحمد لله على السلامه يا اسام. حدا مش وارد. اسمع. سادة. الحمد لله على سلامتك يا بطل. الله يسلمك يا سيد. سيد. ثواني بس. فيها وردة. أنا مش عارفة أقول لك إيه يا سيد. مش مصدق اللي عملته عشاني في الحارة. أسامة هو اللي عمل يا وردة. هو اللي اتضرب علشانك. وأنا ضربت عشان أسامة. سيد. سيد. أه أس. أنت إيه يا أخي؟ ما بتعتقش؟ حتى البنت اللي عيني منها وكنت هموت عشانها. مستكترها عليا عايز تاخدها لروحك. استغل الفرصة عايز تكسب بنت على قفاها. الحمد لله على السلامة يا أس. نورت بيتك.